مشاهدين قناة تبارك بكمون المحترمين، مرحبا بكم جميعا. البنت السعودية بالعيد لديها عدة مشاكل، من أولها الوصول إلى المول متأخرا دائما قبل العيد بيوم إن لم يكن بساعات. انظر أيضا للمشكلة الأخرى التي تكون في الانتقاء، فالانتقاء يكون صعب جدا بعد عدة محاولات تجد ثوب تعتقد فعلا بخيالاتها الوسيعة أنه يليق عليها هي بالذات من بين جميع البشر. وبعد مكاسرات ومهاترات مع البائع وبدل لا تبدل وسع ولا توسع، تذهب أخيرا إلى البيت بعد تعب الجهاد والنضال من أجل الحصول فقط على هذا الفستان الذي سوف يكون فستان يوم أو يومين أو 5 أيام. للأسف هذا إسراف. بعد أن تخلد إلى النوم بعد رحلة تعب طويلة، سوف تحلم وتحلم، وجميع الأحلام وردية، وجميع الأحلام تدور حول هذا الفستان. إذا كانت صائمة وأذن المغرب بعد أن صحت وصحصحت وشفطت جميع الأكل المتوفر لديها، إن لم يكن هنالك شيء غير الأكل أيضا قد يشفط، فهنا يزيد الوزن. نعم هنالك مبالغة، وزن 90 كيلو في يوم واحد مبالغة، لكن قد يكون، ويذهب حلم الفستان، فتبكي بكاء عظيما لا يخفف الألم الداخلي، مما يجعل هنالك انفجار وقد يكون انهيار عصبي. وجب أن ننوه، لا نقصد الجميع، هذه حالات نادرة، لكن النقطة المهمة بهذا الفيديو يجب أن تستفاد، يجب أن نستفيد منها، هي ظاهرة الاستخدام الواحد للفستان. فستان بمبالغ عالية يستخدم استخدام واحد أو مرتين أو ثلاث، أليس عيب؟ إن لم يكن عيب، أليس إسراف؟ أليس نقص بالعقلية؟ أليس إجرام في حق ولي الأمر وخاصة إن كان معسر؟ أليس حتى إن كنت مقتدرة، أليس ذلك يجعل البنات الغير مقتدرات وخاصة الصغيرات يشعرن بالنقص؟ طبعا الغير متربيات تربية صحيحة تقول أن النقص ليس بالمادة وليس بكثرة الملابس يعوض النقص، لا، بل إن النقص داخلي. وإذا كنت كاملة يجب أن لا تزعلي مهما شفتي الغبية تغير وتبدل بالملابس، المال ليس مقياس، هذه تربية صحيحة، لكن البعض لم يربي بناته على هذه التربية. فلذلك وجب أن نذكر أن أبو سروال وفنيلة يتفوق بهذا الموضوع، ثوبين 3 ثياب ممكن لمدة 6 شهور والبعض إلى سنة، ما الضير، ما المشكلة، بما أنه لا زال يلبس ولا زال ساتر ولا زال نظيف. أتمنى أن تصل الرسالة مهما أحببتني أو كرهتني، فهي رسالة مفيدة.